فأحيانا هكذا. طيب كيف تخلق بهذا الخلق؟ كيف إذا خاطبني الجاهلون، إذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، كيف أفعل ذلك؟ الجواب بالتدريب. تمرن على ذلك، تمرن أن لا تتخذ قرارا وأنت غاضب. ولذلك يقولون لا تتخذ قرارا في ثلاث مواضع: في الغضب الشديد، وفي الحزن الشديد، وفي الفرح الشديد. لا تتخذ قرارا. الآن أكثر الناس يطلقون متى؟ عندما يغضبون. قال كنت غاضبا فطلقت، فهل يقع الطلاق؟ طبعا الطلاق يقع. اتخذ قرار وهو غاضب، وعندما يهدأ تهدأ نفسه يرجع ويندم. يتخذ قرار وهو حزين في غاية الحزن فيقرر، كما يحدث للإنسان أن يخرج من العمل ويتفوه بكلام ويخرج يقول ما أبغى هذا الشغل، ويقول لأصحاب العمل كيت وكيت وكيت في موقف غضب أو في موقف حزن شديد. فعندما يخرج ويبحث عن عمل آخر لا يجد، ماذا يفعل؟ يرجع منكس الرأس. كيف يا جماعة؟ يعني ممكن تسوي له ديليت هالكلام اللي قلته والموقف اللي صار؟ لاحظ معي، لأنه اتخذ قرارا في هذا الوضع. فإذا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، يكون ذلك بالتمرين، يدرب نفسه. أحيانا الواحد منا يحدث بينهم وبين إنسان موقف قال لي كذا وكذا فسكت، بعد ذلك يراجع نفسه يقول يا أخي لو قلت له كذا كذا، يا أخي لو رديت عليه وقلت له كذا ما أحسن؟ لا ما أحسن، قل الحمد لله أني ما رديت. أحسن ما ترد. أحيانا الإنسان يكون في موقف، أو نقول ما موقف، في مواقف سيارات، وتكون تنتظر السيارة تخرج لتأخذ مكانها، فيأتي إنسان ويقف في ذلك الموقف. ألا يغضب؟ هذا أمر مغضب أليس كذلك؟ كيف تتصرف؟ عادي، عود نفسك أن الله عز وجل لم يكتب لي هذا الموقف، لم يكتبه لي، سبحان الله ما مكتوب. نفترض أن هذه السيارة لم تتحرك في هذا الوقت، تحركت بعد أن مررت من أمامها أو من خلفها ليأخذها السيارة التي وعدي، عادي جدا. فيتدرب الإنسان على ذلك، قد يتصرف ويغضب كما يحدث. تشوف الآن في وسائل التواصل شخص تغيظ على موقف يدعمه، أبو حسين يدعمني، قد يكون هذا شخص من الجاهلين بحيث أنه يعني يفعل ما لا يعقل. وقيل قالوا سلامة من القول، من القول. ومن ذلك ما ذكره الله عز وجل في سورة القصص: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. وكما ذكر الله عز وجل في سورة مريم عن سيدنا إبراهيم لما قال له أبوه أو عمه على الخلاف، قال لئن لم تنتهي يا إبراهيم لأرجمنك واهجرني مليا، قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. فكأن هذا الإنسان الذي إذا خاطبه الجاهل قال له سلام، أي يذكره أنني إنسان مسالم، لست صاحب مشكلة،